وصلنا واحنا بنتكلم عن مواجهه السوبر المرتقبه، نفكر مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك ايضا ببطولات القطبين في افريقيا، في مختلف البطولات من دوري ابطال افريقيا والبطوله بطوله الكونفدراليه الافريقيه والسوبر الافريقي، عشان نشوف التاريخ بيقول ايه، التاريخ الكبير الرائع لاكبر فريقين في افريقيا والشرق الاوسط. نبتدي بأرقام النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي والإعجازي في عدد التتويجات القارية. حصل النادي الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا في 12 مناسبة، وهو رقم قياسي بكل تأكيد، صعب جدا أو شبه مستحيل حد يوصل له. كسب البطولة أعوام 1982 1987 2001 2005 2006 و2008 2012 2013 2020 2021 2020 2023 23 و24. وفي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس حقق اللقب أربع مرات، برضه رقم مميز جدا بعيد عن ان كل منافسي اعوام 1984 1985 1986 1993. وفي بطولة الكونفدرالية الافريقية سجل حضور وحيد في نسخة 2014 واللي كانت شهيرة جدا على حساب سيو سبورت الايفواري بهدف كابتن عماد متعب في الدقيقة 94. اما في كاس السوبر الافريقي فسجل طبعا حضور كبير جدا في عدد مرات التتويج بالبطوله، فاز بيها 8 مرات سنه 2002 2006 2007 2009 2013 2014 2021 و2022. اما البطوله الافرو اسيويه فاز بيها مره وحيده في نسخه 1988، ودي ارقام وتتويجات النادي الاهلي القاريه، عدد كبير جدا 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 ومشرف جدا من البطولات وتاريخ عظيم بكل معاني الكلمه، صعب الاقتراب منه. على الجانب الآخر نادي الزمالك القلعة البيضاء سجل حضور مشرف جدا لمصر في البطولات الإفريقية المختلفة، سواء في دوري الأبطال أو بطولة الكونفدرالية الإفريقية أو السوبر الإفريقي. تعالوا نشوف مع حضراتكم تتويجات نادي الزمالك في حوالي 40 سنة كورة في إفريقيا كانت عاملة إزاي. في دوري أبطال إفريقيا سجل الفوز بالبطولة في خمس مناسبات 1984 1986 1993 و1996 و2002، يعني تاريخ كبير جدا لنادي الزمالك في دوري الأبطال، خصوصا في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات كان هو المسيطر بشكل كبير على عدد ألقاب البطولة. في بطولة الكونفدرالية فاز نادي الزمالك مرتين، الأولى نسخة 2019 على حساب نهضة بركان، والثانية في 2024 برضو على حساب المنافس المغربي نهضة بركان. أما كأس الكؤوس الإفريقية ففاز بها نادي الزمالك مرة وحيدة نسخة 2000 على حساب كانونيا ويندي الكاميروني. في كأس السوبر الإفريقي فاز الزمالك بأربع بطولات كانت أعوام 1994 1997 2003 و2020. وأخيرا في كأس الأفريقي الآسيوي توج النادي الزمالك بلقبين أعوام 1987 و1997. تاريخ مشرف لنادي الزمالك ومبهر للنادي الأهلي، وهم زي ما قلت الفريقين الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في إفريقيا في كل البطولات. حبينا نفكر حضراتكم وفكر جماهيرنا المصرية بالتاريخ الكبير والمشرف للنادي الأهلي ونادي الزمالك قبل مواجهة يوم الجمعة اللي جاية على لقب كأس السوبر الإفريقي، اللقب الأهم، المباراة الممتعة المثيرة المنتظرين بالتأكيد النتيجة المبهرة، وعايزين نتمتع كورة، نتمتع كورة بكل معاني الكلمة، مباراة اشتقنا ليها كل الجماهير المصرية في كل مكان. إن شاء الله تكون مباراة مشرفة، مباراة تليق باسم الجماهير المصرية على الأراضي السعودية، وبالتأكيد الكل يسعد والكل يفرح بفريقه، واللي هيجتهد واللي يستحق في الآخر بالتأكيد هو اللي هيلقب باللقب.